عشية دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، الإيرانيون ينزلون إلى الشوارع في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن. تركيا تصاعد بشأن غاز شرق المتوسط وتؤكد رفضها لعمليات تنقيب في مياهها الإقليمية، ولقاء تركي يوناني قريب. ودمشق ترحب بالمبعوث الدولي الجديد إلى سوريا بيترسون من أوسلو إلى دمشق، والتحدي الأبرز كتابة الدستور الجديد. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. من جديد تكتظ العديد من شوارع العاصمة الإيرانية طهران بآلاف المتظاهرين مرددين العبارة ذاتها: الموت لأمريكا. شعار مضى على انطلاقه 39 عاما، فالرابع من تشرين الثاني نوفمبر لا يزال يذكر الإيرانيين والأمريكيين بحادث اقتحام السفارة الأمريكية في طهران وبدء أزمة الرهائن. عقود أربعة لم تغير الكثير في واقع العلاقة بين الطرفين، خاصة أنها تعيش اليوم أسوأ مراحلها عشية دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران. صحيح أن البلدين لم يخوضا صراعا مباشرا، لكن العلاقة بينهما ظلت متوترة على السطح دائما، فيما يخفي القاع ربما الكثير من التقاطعات الإقليمية برأي مراقبين. مباشرة أرحب بضيفي من لندن، مدير مركز الدراسات الإيرانية في لندن، الدكتور علي النوري زادة. أهلا بك دكتور علي. يعني اليوم ما مدى قدرة النظام الإيراني على الحشد وراء شعار الموت لأمريكا، فيما الاقتصاد الإيراني يترنح بفعل العقوبات وقد يشتد الخناق عليه أكثر؟ تحياتي لكم وإلى مشاهدي المملكة الأعزاء، شكرا لاستضافتكم. أولا دعني أن أقول لكم، انظروا إلى من شارك اليوم في مظاهرنا ويسمى بمسيرة 13 الأقدم و 4 نوفمبر. شباب، عناصر من مدرسة، تلاميذ المدرسة، ليس هناك عسرا للطبقة المتوسطة، ليس هناك عسرا للنشطاء السياسيين، ليس هناك عسر للتنظيمات والأحزاب الموجودة في إيران، فقط جماعة ولاية ولي الفقيه واستخبارات النظام فرزت على تلامذة المدارس ليأتوا إلى الشارع ويحتفوا الموت لأمريكا. 39 عاما الموت لأمريكا لم يجلب لإيران سوى النكبة والمصيبة والأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك فإن الولي الفقيه لا يزال يحتف الموت لأمريكا. لما نسمع حديث آية الله خامنئي بين 50 كلمة 39 كلمة هو عدو، وعدو الأمريكي. هل صوتي واضح الآن؟ نعم أنا أسمعك، أنا أسمعك، لكن يبدو حتى مع عشية يعني دخول دكتور علي العقوبات الأمريكية التي توصف بأنها الأشد قسوة، عشية دخولها يبدو أن النظام الإيراني أكثر تماسكاً وهو الخبير في موضوع العقوبات وقد اعتاد عليها، ويبدو أنه مهيأ ومستعد ربما للالتفاف عليها. أستاذي العزيز، من يقول أنهم أكثر تماسكاً؟ انظروا إلى مجلس صيانة الدستور اليوم. مجلس صيانة الدستور رفض اللائحة القانونية لغسل الأموال، يعني البرلمان صوت عليها، وهذا ضروري. والسيد جواد زريب وزير الخارجية شرح للنواب ولأعضاء مجلس صيانة الدستور بأنه يجب علينا أن نصوت، أن نصادق على هذه اللائحة، وإلا سنكفئ ثمنا باهظا. ورغم ذلك أحمد جنتي البارق عمره 95 عاما وجماعته رفضوا هذه اللائحة. فلذلك ليس هناك تنسيقا، ليس هناك وحدة رأي وموقف، بل هناك حكومة ولي الفقيه، حكومة قاسم سليماني،
حكومة الحرس، حكومة البسيج وحكومة روحاني. بين هذه الحكومات حكومة روحاني منتخبة، ولكن حتى ليس كما يقول النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد جهانجيري، فليس لديه صلاحية وإمكانية تغيير سكرتيره. كل شيء إملاءات تأتي من جانب الولي الفقيه. ولي الفقيه نائب إمام الزمان، ولي الفقيه مرتبط بالسماء بينما الروحاني مرتبط بالأرض. الناس سوتوا له، ولكن الولي الفقيه مرتبط بمهدي الموعود. فلذلك إيران تدفع ثمن هذه الإزدواجية القائمة منذ طب دكتور علي، يعني أرجو أن تبقى معي لنستعرض الآن عمر المجالس، سيطلعنا على أبرز محطات العلاقة ما بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية. عمر، إذن لطالما حكم العداء طبيعة العلاقات الإيرانية الأمريكية منذ الثورة الإيرانية، اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، وكذلك أزمة الرهائن، رغم كل المحاولات لم تنجح، وهناك حزمة عقوبات ثانية توصف بأنها الأكثر قسوة الأكثر عنفا، ستستهدف المصارف، ستستهدف قطاع النفط، سعيا إلى تصفير إمدادات النفط الإيرانية. لطالما كان العداء هو العنوان الأبرز للعلاقات الثنائية. نعم، مسار كان متعرج وفيه مفاصل هامة، من أبرزها موضوع العقوبات، ومنذ عام 79 لغاية هذه اللحظة سنستعرض أهم مفاصل هذه العلاقة. منذ إعلان قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعلاقات بين واشنطن وطهران عنوانها التوتر، علاقة عاشت بعض فترات التقارب الخجول، إلا أنها عادت إلى التأزيم من جديد مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 79. ومع ما عرفت بالثورة الإسلامية في إيران، دخلت العلاقة الأمريكية الإيرانية في مأزق جديد، خاصة بعد أن هاجم طلاب من أنصار الخميني مقر السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا 52 عاملا فيها كرهائن طيلة 444 يوما. على إثر ذلك وفي عام 1980 أخذت العلاقات منعطفا جديدا، حيث قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، صادرت أصولا إيرانية، وحضرت أغلب الأنشطة التجارية معها في محاولة إيرانية للبحث عن مخارج وانفراج للوضع المتأزم في العلاقات. أفرجت إيران عام 81 عن الرهائن الأمريكيين بعد دقائق من انتهاء فترة ولاية كارتر وتنصيب رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة. في عام 95 فرضت الإدارة الأمريكية حظراً اقتصادياً شاملاً على إيران، متهمة إياها بالسعي للتزود بأسلحة نووية بحسب قول الرئيس بيل كلينتون آنذاك. كما فرضت عقوبات على الشركات التي تستثمر في القطاعات النفطية والغازية الإيرانية. العلاقات عام 2002 دخلت في نفق مظلم بعد أن أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن إيران والعراق وكوريا الشمالية تمثل محور الشر، ومسؤولون أمريكيون اتهموا طهران بإدارة برنامج سري للأسلحة النووية. أصدرت المخابرات الأمريكية آنذاك تقريراً يؤكد أن إيران كانت تعمل على تطوير أسلحة نووية حتى خريف 2003، حيث أوقف العمل في هذا البرنامج. بعدها بعام أرسل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للمرة الأولى مسؤولاً هو بيل بيرنز من وزارة الخارجية للمشاركة مباشرة في المفاوضات النووية مع إيران في جنيف. بين عامي 2009 و2012 ومع تولي الرئيس باراك أوباما السلطة، شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية طفرة في العلاقات الدبلوماسية، حيث أبلغ أوباما زعماء إيران بأنه سيمد لهم يد إذا فتحوا له أيديهم، وأقنعوا الغرب بأنهم لا يحاولون صنع قنبلة نووية. جرت سلسلة من المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تأرجحت بين التوافق والخلاف. عام 2013 ومع انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، كانت أول خطوة في هذه السياسة تحادث أوباما والرئيس روحاني هاتفياً، فيما يمثل أعلى اتصال بين البلدين خلال 30 عاماً، لتتطور العلاقات نحو التقارب الحذر. عام 2015 شهد العالم إبرام إيران صفقة مع القوى الست فيما عرف باتفاق 5+1،
حيث وافقت إيران بمقتضاه على أخذ سلسلة من الخطوات، من بينها تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي وتعطيل جانب رئيسي من جوانب مفاعل آراك النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بدرجة ملموسة. مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا، دخلت العلاقات الأمريكية مرحلة من التراجع والتصريحات المستفزة بين الطرفين، فقد أعلن ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي بالإضافة إلى فرض حزمة أولى من العقوبات، ناهيك عن الحصار الاقتصادي الذي قاده ترامب الذي كانت نتيجته انسحاب العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران. طارق، ترامب كان هو المفصل والحلقة الرئيسية في العلاقات ما بين 79 لغاية عام 2018. التساؤل الكبير: إلى أي مدى نفسه الطويل ترامب، وما الذي يخبئه بالنسبة للجمهورية الإسلامية إيران؟ وكأن العلاقة عادت إلى نقطة الصفر. إذن عودة إلى المربع الأول، حالة العداء ما بين البلدين والعقوبات الأمريكية ستدخل حيز تنفيذ غدا، تشمل المصارف والقطاع النفطي سعيا إلى تسفير الإمدادات النفطية الإيرانية سعود إلى إيران. من جديد الآن أرحب بضيفي من طهران الكاتب والباحث السياسي عباس خميار. أهلا بك أستاذ عباس. يعني منذ الثورة، اقتحام السفارة الأمريكية، أزمة الرهائن، لم يتبدل مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية. لماذا يبدو أن العداء حتمي بين البلدين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. أنا سعيد أن أكون معك في أجواء الشعب الأردني الشقيق. الحقيقة هذا السؤال مطروح على الأمريكان أنفسهم. العداء الأمريكي كان حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، عندما قامت الاستخبارات الأمريكية مع بريطانيا بالانقلاب على الدكتور مصدق في خمسينيات القرن الماضي، استمر هذا العداء بشكل متواصل في بداية الثورة وقبل قبل اقتحام السفارة الأمريكية والتي تسمى هنا بالوكر الجاسوسي. كان هناك مركز مخطط ومركز تخطيط المؤامرات ضد الشعب الإيراني لإعادة ما كانت عليه إيران في عهد الشاه، وكان هذا المركز يستهدف كل المنطقة. العداء الإيراني كان متواصل. الاستعراض الذي قدمه الزميل هناك في الاستوديو الحقيقة لم يكن استعراضا كاملا، لأنه المؤامرة الأمريكية كانت مستمرة، التخطيط كان مستمر للغاية، هناك كان دفع للاضطرابات في المحافظات الحدودية، هناك كان انقلابات عسكرية فاشلة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك كان إسقاط طائرة مدنية تحمل مئات المدنيين الإيرانيين من قبل الأمريكان، هناك الحصار الاقتصادي والاحتجاز. طيب، الأموال الإيرانية بدأت من ذلك منذ بداية الانتصار من قبل الأمريكان. هناك إنزال عسكري كان في صحراء طبس. يعني هذا العداء الأمريكي هو استمر لأنه كانوا يريدون أن تكون إيران في الدائرة الأمريكية وتحت الاحتلال الأمريكي بصورة مباشرة. طيب، اليوم فيما يعني تدخل العقوبات الأمريكية في حزمتها الثانية غدا، كل ما ذكرته أنت أستاذ عباس يترسخ أكثر في الذهنية الشعبية الإيرانية، فالإيرانيون اليوم برأيك هل هم مستعدون أكثر لهذه العقوبات أم أنهم أكثر إنهاكا لأنهم طوال سنوات طويلة وسيف العقوبات كان دائما مسلطا على رقابهم؟ أنا أرجو أن تسمح لي توضيح هذا الأمر أكثر، لأنه أساساً أنا أتصور بأن الحزمة الجديدة هي أكذوبة، لأن أساساً الحصار كان متواصل منذ البداية ولم يحدث شيء جديد. يعني كل ما حدث هو بعد اتفاقية النووية التي
وقعتها إيران مع المجموعة الدولية وفي إطار الشرعية الدولية وفي إطار المجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية، هي في الحقيقة كان هناك نوع من تعليق هذه العقوبات لمدة 2 أو 3 أشهر، ولم يحصل شيء جديد. حتى الشركات الأجنبية التي الحقيقة وصلت طهران وعملت اتفاقيات مع الجانب الإيراني، هذه الاتفاقيات لن تنفذ أبداً، لأنه كانت تنتظر النظام المالي التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لم يحدث أبداً. فلهذا أتصور يعني الحقوبات بحزمتها الجديدة أكثر ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو نوع من الحملة أو الهجوم الإعلامي والحملة النفسية، وهذه ربما تكون مؤثرة أكثر من العقوبات الاقتصادية. فلهذا يجب أن يعرف المشاهد بأن لن يكون رفعا للحصار الاقتصادي على مدى السنوات الماضية حتى تعاد هذه الحزمة الجديدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل من يشاهد إيران يعرف هذا التطور الهائل في كافة المجالات. كل هذا التطور في الماء، في الإعمار، في مجالات متعددة، كل هذا يأتي في ظل هذا الحصار الظالم، وهناك الاكتفاء الذاتي الذي حصل عليه الإيرانيون هو يأتي في هذا الإطار. النقطة الثالثة، الجماهير التي خرجت اليوم في أكثر من 1000 مدينة إيرانية هو رد فعل طبيعي على العقوبات الاقتصادية، على العداء الأمريكي في الشارع الإيراني. هؤلاء الشباب والجيل الجديد هو الحقيقة تربى على العقوبات الاقتصادية الأمريكية وعلى العداء الأمريكي، فهذا الرد فعل الطبيعي. الهتاف الموت لأمريكا هذا رد فعل طبيعي على شعب، على جيل حرم من كل شيء ويراد به أن يأتي ويعيش في إطار الهيمنة الأمريكية. طيب يعني هل هذا يرفضه هذا الجيل؟ طيب فهذا أمر طبيعي. هل يعني ذلك أن الاستقبال غدا لتلك الحزمة من العقوبات التي ترى أنها مجرد أكذوبة لن يشعر بها المواطن الإيراني، لن يشعر بالاستياء؟ وكنا تابعنا أستاذ عباس انخفاض قيمة الريال الإيراني، البازار قبل أشهر خرج غاضبا محتجا، لا يمكن أن لا نرى أثر ذلك على الشارع الإيراني. لا، بالتأكيد هناك تأثير. أنا لا أريد أن أنكر هناك تأثير، هناك تأثير على الأطفال، تأثير على المرضى، هناك استهداف واضح للشعب الإيراني، وهذا لن ينكره أحد. لكن أنا أقول يعني هذه الحرب النفسية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية هو الحقيقة أكثر مما تريده اقتصاديا ومن عقوبات اقتصادية. أنا أريد أن أؤكد بأن هذا الشعب تعود على هذا العداء، والرد الفعل الطبيعي هذا ما نشاهده. إذا تعود سيتأثر بالشارع في طهران. أمام السفارة الأمريكية سأنتقل إلى لندن. دكتور علي نوري زاده، مدير مركز الدراسات الإيرانية في العاصمة البريطانية، ربما استمعت إلى ما قاله الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عباس. العقوبات هي أكذوبة تعود عليها الشعب الإيراني، حقق اكتفاء ذاتيا، تطور في مجالات عدة في ظل العقوبات الأمريكية، إذن لن تأتي هذه العقوبات بجديد. أخي العزيز أستاذ خاميار يعيش في واد، والشعب الإيراني والحقيقة في واد آخر. هو يتحدث عن غضب الإيرانيين. على عكس ذلك، عدد الرسائل التي وصلت إلى الإدارة الأمريكية خلال الشهرين الأخيرين بلغ أكثر من 1,000,000 رسالة من داخل إيران. فهؤلاء الشعب الإيراني يقول مستعدين لنتحمل المصائب، نتحمل المشاكل الاقتصادية من أجل التخلص من هذا الوضع القائم. أخي العزيز، في إيران هناك أكثر مئات من الأحرار، من الكتاب في سجون النظام.
قتلوا عددا من إخصائي البيئة بدلائل واهية مؤخرا. فهؤلاء يتحدثون عن شعب الإيراني، أي شعب إيراني؟ أخذوا اليوم عدد من تلامذة المدارس الابتدائية والثانوية أمام السفارة الأمريكية. الشعب الإيراني يعرف هذا المهزلة التي تتكرر كل سنة، الموت لأمريكا، ولكن في نفس الوقت يوجهون الرسائل إلى الإدارة الأمريكية بواسطة سيد يوسف بن علب. لكن كم نسبة هؤلاء من مجموعة الشعب الإيراني دكتور علي نورزادة؟ نسبة كبيرة، نسبة كبيرة من الشعب الإيراني. ورأيتم في ديسمبر الماضي الآلاف من الإيرانيين في 103 مدينة، الإيرانيين أبدوا أن رأيهم لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران، اخرج من سوريا، اخرج وفكر في حالنا. العالم استمع إلى طيب أثرت ذلك الشارع. يعني أستاذ عباس، استمعت إلى مقاله الدكتور علي نوري إزادة في المظاهرات، استمعنا أيضا الشعارات التي كانت تطرح مطالبة النظام في إيران بوقف مغامرات الخارجية والانسحاب من كل من سوريا وعراق واليمن. في ظل هذا الأوضاع الآن، هل ممكن أن تتخذ إيران خطوات إلى الأمام برعاية عمانية؟ أنا أتصور يعني مع الأسف هناك تعتيم إعلامي واضح، يعني عندما يخرج بعض المئات من الناس إلى الشوارع في كل إيران المترامية الأطراف، تقوم الدنيا ولن تقعد، وتقوم كل الفضائيات وكل الإمبراطوريات الإعلامية الغربية لتضخيم هذا الحضور المئوي إن صح التعبير، والاحتجاجات المسيرة والتي تكون عادة هي احتجاجات صنفية وطبيعية، ولكن عندما تخرج الملايين بهذا الشكل الذي رأيناه اليوم في أكثر من 1000 مدينة، هناك صمت واضح، وهناك يعني عدم تغطية واضحة، و لا يتجاوز يعني الأمر يبدو للإيرانيين أصبح طبعا أمر طبيعي. هذا يدل بأن هناك الحقيقة هناك مؤامرة من الخارج، و طيب كما قلت طيب أنا سألتك سيكون هناك خطوات أستاذ عباس سيكون هناك خطوات إلى الأمام برعاية العمانية؟ أريد منك إجابة لو تفضلت. أنا أتصور يعني الإيرانيون عندما دخلوا الاتفاقية النووية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى هذه الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، فالإيرانيون ساروا في هذا الاتجاه. الوكالة الدولية للطاقة النووية، المرجع الشرعي لتقييم الدول الأعضاء، أكدت أكثر من 12 مرة، وهذا ما أكده الاتحاد الأوروبي قبل يومين، أكدت أكثر من 12 مرة بأن الإيرانيون ملتزمون بكل بنود الاتفاقية. طالما هذا الالتزام موجود، وطالما هناك ثقة متعالية من قبل المجتمع الدولي، ويحصل هذا لأول مرة على مدى العقود الأربعة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل العالم، ومن قبل الرأي العام العالمي، طالما تكون هذه الثقة بالنسبة للإيرانيين، إذن لماذا هذا الانسحاب الظالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولما وأين هذه الذرائع الأمريكية لانسحابها من الاتفاقية؟ فأتصور جدار عدم الثقة. طيب أنا أشكرك ولم تجبني على موضوع الرعاية العمانية، الكاتب والباحث السياسي عباس خميار، وكذلك أشكر من لندن ضيفي مدير مركز الدراسات الإيرانية هناك الدكتور علي نوري زادة، شكرا جزيلا لكما. غاز المتوسط إلى الواجهة من جديد، هذا الملف بعد فاصل قصير. من جديد يطفو الصراع حول غاز شرق البحر الأبيض المتوسط إلى السطح. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا لن تسمح لأي طرف باستغلال احتياطات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص. هذا الملف القديم الجديد تشترك فيه العديد من الدول، ويخشى مراقبون من أن يكون ساحة صراع جديدة حول الطاقة.
وتشير دراسات عدة إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي، وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان. يبدو أن تركيا تستعد وتعد لمواجهة في شرق البحر الأبيض المتوسط لحسم مسألة التنقيب عن حقول الغاز هناك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا اليوم في تصريحاته: الدول التي تعتقد أنها تستطيع العمل في شرق المتوسط أو بحر إيجا دون موافقة أنقرة خاطئة. ويتابع أردوغان في احتفال بمناسبة تسليم سفينة بحرية وغواصة بالقول إن بلاده لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص في شرق البحر المتوسط الذي تشير دراسات عديدة إلى وجود الغاز الطبيعي داخله بكميات تجارية وافرة. هذا التنافس بين الدول المطلة على البحر المتوسط خلق حالة من التوتر بين تركيا واليونان في ظل تداخل مطالب البلدين بشأن المنطقة الاقتصادية البحرية، وكلاهما يخطط لتنفيذ عمليات استكشاف للنفط والغاز هذا العام. ومما يزيد الملف تعقيداً أن حكومة أنقرة تقيم علاقات دبلوماسية فقط مع قبرص التركية بالتزامن مع معاهدة للدفاع المشترك بين اليونان وحكومة قبرص اليونانية المعترف بها دولياً. هذا الملف لا تغيب عنه أيضاً الدول العربية المطلة على الشرق المتوسط كلبنان ومصر وسوريا وكذلك إسرائيل، في ظل وجود دراسات مصرية تشير إلى تعدي إسرائيل على الحصة المصرية من حقول الغاز العاملة حالياً داخل المتوسط. مختصون بهذا الشأن يرون أن صلابة الموقف التركي تجاه هذا الملف ستشكل نوعاً ما حماية للحق العربي داخل المتوسط بهذه الثروة التي تقدر حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010 ب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. إذن هي ثروة هائلة تغمرها المياه والأتربة، تتنافس عليها أطراف إقليمية ودولية، منهم من يصعد ويهدد ومنهم من يقف مراقبا، مما يترك الباب مفتوحا للعديد من السيناريوهات بدءا من التحكيم الدولي إلى صراعات مفتوحة، وسط تنامي الخشية من أن يكون شرق المتوسط بؤرة صراع جديدة حول الطاقة في العالم. أرحب بضيفي أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية في أثينا الدكتور عبد اللطيف الدرويش. دكتور أهلا بك بداية، لماذا هناك إشكالية في تلك المنطقة حول شرق البحر الأبيض المتوسط بحر إيجا تصعد من التوترات؟ أنا بس أريد أنا يعني أذكر ما قاله بالضبط الرئيس أردوغان أننا لن نسمح بسرقة ثرواته. الحقيقة متخذي القرار في ظل غياب عربي، يعني توجد تريليونات من الأمتار المكعبة في البحر المتوسط، سوريا مخزونها يعد ثالث مخزون في العالم في البر والبحر، وكذلك لبنان وغزة التي يستغل أيضا الغاز حاليا فيها. يجب أن يعرف متخذي القرار في الوطن العربي أن خاصية، هناك خاصية للغاز والبترول هي خاصية الهجرة أو التهجير. يعني حاليا يمكن العمل كما يعمل على سرقة الغيوم في بعض الدول أو سرقة المياه الجوفية من الدول كما حصل في مياه الضفة الغربية. هناك أيضا سنلاحظ ارتفاع عدد الزلازل في المنطقة، هناك جزيرتين يونانيات تحركوا من مكانهم لأنه هناك زلازل اصطناعية يتم العمل بها من خلال المياه المضغوطة أو الهواء المضغوط لتهجير الغاز من منطقة إلى أخرى. والعرب تجربة أن مصر قبل عدة سنوات كانت تصدر إلى إسرائيل والآن إسرائيل تصدر إلى مصر الغاز، فمعنى أن هناك من يقوم بتهجير أو العمل على كسر الأخاديد في داخل المتوسط وتهجير الغاز باتجاه معين، وهي خاصية الغاز بالأساس والبترول. فبالتالي هناك سنلاحظ حتى أجهزة الدفاع المدني في المنطقة يجب أن تدرب على وجود زلازل كما حدث في مناطق من فلسطين المحتلة 48 وفي الأردن قبل مدة. فبالتالي هناك عملية قرصنة على الغاز العربي في خاصة في لبنان وفي
وفي غزة، وهناك عملية كسر الأخاديد وتهجير للغاز، تهجير قسري للغاز باتجاه حقل أدونيم أو باتجاه السواحل الإسرائيلية. طب دكتور، يعني في ظل أو سعيا لوضع حد لهذا الجدل والقرصنة كما وصفتها وخسارة هذا الغاز وتجنب أزمات، وتركيا تحذر في هذا الإطار من أي تنقيب في مياهها الإقليمية، لماذا لا تتدخل الاتفاقات الدولية وتلك الخاصة بإعالي البحار لتنظيم الأمر منعا لأي توتر وتنظيم الحقوق في هذا الإطار؟ من الجانب العربي، نتيجة على سبيل المثال الغاز الموجود بين ليبيا وفريت لونيان هو من الغاز المتجدد كون وجود هناك بركان تحت كريت، وبالتالي حتى انه متجدد. هناك غياب حقيقه بسبب وجود مشاكل في الحرب الاهليه في ليبيا والمشاكل، عدم وجود قرار واضح في لبنان، اي غياب الطرف العربي الذي يمكن ان ينادي الى وقف القرصنه، ايضا غياب المعلومه عن من يتخذ القرار في الوطن العربي، يعني من يملك المعلومه اين يوجد الغاز وعلى اي عمق وما هي تكاليف استخراج الغاز. يعني على سبيل المثال الغاز الموجود بالعراق او في سوريا هو الموجود في البر اسهل استخراجه، فبالتالي هناك غياب من يعني من يوقف اسرائيل الا عن في عمليه القرصن على هذا الغاز، سواء بشكل مباشر او بشكل عمليه الزلازل الاصطناعيه لتهجير هذا الغاز باتجاه السواحل الفلسطينيه المحتله في عام 48، فبالتالي او باتجاه حقل أدونيم. فبالتالي كما فعلت اسرائيل في قبرص، بدات وقالت لقبرص سنستخرج الغاز تاخذون 80% وناخذ 20، وبعد فتره قالت اسرائيل لقد وجدناه في المياه الدوليه، فبالتالي انتم ستاخذون 20% وناخذ 80%، كيف هاجر الى المياه الدوليه وكان يوجد في المياه الاقليميه القبرصيه؟ فبالتالي هناك عمليات تجد نشاط زلزالي في المنطقه لا يعلم به محللي أو خبراء الزلازل على سبيل المثال في اليونان، لأنه ليس الزلازل طبيعية، فبالتالي هناك قرصنة، وبالمقابل في الطرف الآخر ليس هناك من يسعى لإيقاف هذه القرصنة من الجانب العربي نتيجة المشاكل السياسية والاقتصادية في المنطقة وغياب المعلومة عن يعني من وجهة نظرك دكتور عبد اللطيف، من يقوم بهذا الاستغلال هي إسرائيل تحديداً؟ طبعا، على سبيل المثال هناك من اعتقد ان حرب غزه كانت لاجل صيادين السمك او ل6 ميل، هو اصلا بالاساس يوجد 6600 متر مربع في المياه الاقليميه لغزه يجب ان تستغل من قبل غزه حتى من خلال الاتفاقيه التي تمت في اريحة، ولكن لا يوجد هذا وتستغله اسرائيل وتبيع على العكس للسلطه الوطنيه. بعكس ان ليس قرصنه مباشره وقرصنه من خلال التكنولوجيا الاصطناعيه كما يتم سرقه الغيوم وسرقه المياه، ايضا سرقه الغاز الطبيعي. فيجب على اصحاب القرار ان يعلموا في ظل الغياب سينتهي استخراج على سبيل المثال ممكن انتهاء غاز. يعني هذا التساؤل دكتور لمن تطرحه، ذكرت ان العرب غافلون عن هذا الامر، ولكن هناك الدول المعنيه، لبنان على سبيل المثال، السلطه غزه، هذا النهب المستمر لهذه الثروه الطبيعيه. يعني كنت سألتك ألا تتدخل القوانين بالتحديد والترسيم والتوضيح؟ تركيا اليوم غاضبة ولا تشعر بارتياح للتقارب القبرصي اليوناني وكذلك العلاقة مع إسرائيل في إطار موضوع الغاز. لبنان طالبت من وهذه مهزلة، طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتحديد المياه الإقليمية بينها وبين ما يسمى بإسرائيل، وطالب أمريكا في هذا، وهي أمريكا تتعاون مع الشركات الإسرائيلية في استخراج الغاز. وبالتالي ايضا تركيا لانها لا تعاني من حرب اهليه كما تعاني الدول الاخرى ولا تعاني مشاكل اقتصاديه، فهي تصر على ان يكون لها حصه في مياه البحر المتوسط او بحر ايجا، رغم انه حسب الدراسات لا توجد ولا متر من الغاز الطبيعي في السواحل التركيه. ولكن غياب القرار العربي، غياب شركات عربيه، هناك ممكن ان على سبيل المثال انشاء شركه عربيه مساهمه لاستغلال الغاز المتوسط، العرب لهم حصص كبيرة وتم تهجير بالفعل. طب من برأيك دكتور عبد الله، من برأيك من الدول العربية الذي يجب أن يطلع بهذا الدور، لأن هذا الأمر ربما يحتاج إلى إمكانات واستعدادات فنية جيدة وتعاون ربما دولي في هذا الإطار؟ الحقيقة أن هناك العديد من الدول العربية لها خبرات في موضوع استخراج الغاز كقطر والإمارات والعراق
وايضا لديها رؤوس اموال لانها بحاجه انت على حسب لما استخراج تريد فتره زمنيه معينه للاستثمار دون مردود، على قد تستغرق احيانا العمليه 3 إلى 5 سنوات. فبالتالي هناك رؤوس اموال عربيه، يجب انشاء صندوق عربي او مؤسسه عربيه كشركه البترول الاردنيه مساهمه على سبيل المثال، شركه غاز عربيه برؤوس اموال عربيه مساهمه قد تفتح حتى للجمهور المساهمه بها، والعمل على التعاون مع اليونان ودول اخرى. اذا اليونان بالنهايه لتجديد غياب رؤوس الاموال وتكنولوجيا لجات التحالف مع اسرائيل في هذا الموضوع، وهناك تكتم على هذه العلاقه مع اسرائيل وقبرص، تعاون حقيقي. وانا في رايي ان القرصنه مستمره، وبالتالي ايضا المصريين خسروا وهما من خلال عمليه تهجير الغاز القصريه او المباشره او الاصطناع عليه بشكل مباشر. يعني الا تعتقد ربما اول اجتماع لمنتدى غاز الشرق المتوسط والذي سيعقد في القاهره ومقره سيكون في القاهره ربما ان يحدث فارقا في هذا الاطار؟ اذا كان اصحاب القرار يعلمون بما يحدث، يعني لا يعتبروا ان الزلازل هي قدر رباني كما يعتقد الجميع، يعني تحرك جزيرتين يمنانيتين من اماكنهم لا تدل على ان الزلازل كانت طبيعيه، عدم تنبؤ تمكن تنبؤ خبراء الزلازل في اليونان بهذه الزلازل يدل على انها ليست طبيعيه، يجب ان يكون هناك نوع من التعاون العربي واللجوء الى القانون الدولي والحصول على معلومات عن هذا الغاز واستغلاله في اسرع وقت، كما اسلفت غاز غزة إذا استمرت إسرائيل في استغلاله سينتهي خلال 15 عاما، وهي فترة التي قد تمتد إلى حصار غزة 15 حتى ينتهون من موضوع استغلال الغاز. طب لماذا تغيب دكتور برأيك يعني نظرية الطاقة كمحرك لتعزيز التعاون الإقليمي بدلا من تلك القرصنة واستحداث الزلازل بغرض التهجير كما وصفت وذكرت؟ لأن بالأساس إسرائيل ستؤثر في القرار الأوروبي وتؤثر في العلاقات الإسرائيلية الأوروبية والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية. الأمريكان يسعون لإيجاد قوة لإخراج روسيا من المنطقة والضغط عليها وإضعاف العلاقة الروسية الأوروبية من خلال إيجاد مصادر جديدة للغاز، وإسرائيل في حالة تفردها باستخراج الغاز والقرصنة بكميات كبيرة فستؤثر في القرار السياسي الأوروبي استراتيجيا والجيوبوليتيكيا. اسرائيل صديق كلاسيكي للعرب وهي اليونان، لجأت ارتمت كاملة بحضن وتغيرت مواقفها السياسية نتيجة حاجتها للتعاون الاسرائيلي وحمايتها من تركيا او تعامل معها تحالف استراتيجي في استغلال الطاقة واستغلال الغاز وكذلك تحالف عسكري. فبالتالي يجب على الدول العربية ان لا تبقى غافلة عن هذا الموضوع وان تقوم بالتحالف برؤوس اموال وشركة عربية مساهمة حتى تواجه. لا توجد قوانين دوليه في الصراع والثروات. اسرائيل استولت على المياه، استولت على هل انت تستولي على الغاز؟ فمن يملك المياه ويملك الغاز؟ يملك النمو والتنميه ويملك السياسه. طب دكتور عبد اللطيف، يعني التقديرات تشير الى 122 تريليون من ثروات نفط وغاز. هناك من يتساءل ما هي ميزات احتياطات الغاز في الشرق او في الشرق الاوسط، وبرايك لكم سنه يعني ستواصل هذا تلك المنطقه بالعطاء فيما يتعلق بالنفط والغاز؟ استغلال يعني كبير وجيد على سبيل المثال الغاز الموجود في غزه باستغلال فقط الموجود في البحر قد يكفي الفلسطينيين أكل أكثر من 15 عاما باستغلال جيد. أيضا الكميات الغاز الهائلة الموجودة في العراق، البر السوري، وهذا نتيجة التدخلات العسكرية الكبيرة والدول الكبرى. البر السوري لديه احتياطيات هائلة قد تفوق الاحتياطيات الروسية، أي هي تعتبر الثالثة في العالم، توجد بين كريت. لذلك حاليا تجد أن الأوروبيين حين يقول البحر الليبي يضعونها بين قوسين حتى لا يعطوا لليبيا إمكانية تمكنها أو ملكية أحقية ملك لهذه الثروات، يضعوها بين قوسين لتعطيها طابع جغرافي. الموجود بين على سبيل المثال بين كريت كميات هائلة، ولكن بعض الدول العربية النفطية كليبيا تستسهل استغلال الثروات على الأرض ولا تسعى لاستغلال هذه الثروات، وبالتالي أيضا حتى جغرافيا تحت يعني بعيدا عن الحدود الإقليمية آبار الغاز قد تكون واحدة يعني بين كريت فأنت حينها تسحب تقوم باستغلال الغاز من الجانب اليوناني أنت تسحب أيضا من الجانب الليبي، لأن الحدود هي حدود خطوط سياسية وليست طبيعية بينها في تقسيم الثروات.
ولكن يعني اكتفاء الليبيين او انتهائهم عن الموضوع علشان لا يتم استغلال هذه الثروات لصالحهم او حتى التحدث فيها على كل الأصعدة. حتى الموضوع السوري لا احد يتحدث فيه، الكميات الهائلة في سوريا، الكميات الهائلة في لبنان، لماذا لبنان لا تستغلها؟ لبنان بحاجة، توجد حاليا اكثر من 40 يعني كما تدل الدراسات المعروفة، الكميات المعروفة في المياه اللبنانية وهي منطقة صغيرة اكثر من 40 مليار الى 45 مليار دولار، فبالتالي يجب على هذه الدول ان تستغلها لسد ديونها، لتنميتها، لاستغلال. نعم. يعني منطقة مثل غزة ليست فيها كهرباء، كيف وهي على منطقة عائمة من الغاز؟ هذه مهزلة. نتيجة القائمين على القرار لا ياخذون الامور يعني بشكل جدي، وقد لا يفهمون العديد منهم ان الغاز يهاجر او يتم تهجيره. يعني على ضوء هذا التحذير، برأيك ما هو السيناريو الأسوأ من وجهة نظرك؟ يعني يبدو أن تركيا هي التي تحذر أكثر من أي جهة أخرى. السيناريو أن سيبقون على العمل على أن تكون المنطقة العربية في حالة عدم ارتياح سياسي حتى ليكون صاحب القرار يتجه إلى التدخل في هذا الموضوع. الأتراك لأنهم حسب باختصار دكتور عبد اللطيف لو سمحت، بعد الحرب العالمية لا يحقهم البحث على الغزو، لكنهم يصرون على أن يقوموا بالبحث لأنهم بحاجة إلى الطاقة. من يملك الطاقة ويملك المياه يملك كل شيء، فبالتالي يجب على الدول العربية أن تتحرك. أشكرك أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية في أثينا الدكتور عبد اللطيف دروي، شكرا لك. المبعوث الأمم الجديد إلى سوريا وفرص النجاح، هذا الملف بعد الفاصل. إذن رحبت دمشق بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون، لكنها نصحته على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بالتمسك بوحدة الأراضي السورية. دمشق التي تعاقب عليها 3 مبعوثين دوليين قبل بيدرسون اتهمت سلفه ديمستورا بعدم الموضوعية في التعامل مع الملف السوري. اليوم وبعد أن استعادت دمشق السيطرة على معظم الأراضي السورية، يبدو التحدي الأبرز أمام المسؤول الدولي هو استئناف العملية السياسية وفق قواعد تتيح عودة الهدوء والاستقرار إلى سوريا بشكل كامل عبر عملية دستورية. إنها سوريا التي شهدت أزمة منذ شهر آذار عام 2011، أزمة مر عليها 3 مبعوثين دوليين، بدأت بالدبلوماسي الغني كوفي عنان الذي كلف بالملف السوري في شباط من عام 2012 ووضع 6 نقاط للسلام في محاولة لإنهاء الأزمة. كان من أولويات الراحل عنان العمل على وقف العنف والمضي بعملية سياسية شاملة مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. استقال عنان من منصبه في آب عام 2012 ملقيا باللوم على الانقسام الموجود في مجلس الأمن الذي قال إنه أدى إلى تعقيد مهمته. عقب عنان تم تعيين الأخضر الإبراهيمي في أيلولة من عام 2012 حيث واجهته عقبات عدة وكانت الأزمة السورية في أوجها. الإبراهيمي قدم خطة جديدة لحل الأزمة تنص على تشكيل حكومة وطنية انتقالية تتمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة في قيادة الدولة السورية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي عام 2014. لكن الإبراهيمي استقال في أيار من عام 2014 قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية السورية، مسجلاً جهداً كبيراً في تسهيل المفاوضات الثنائية بين أطراف النزاع. في تموز من عام 2014 أعلن عن تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان ديمستورا خلفاً للإبراهيمي، وجاء التعيين بهدف وضع نهاية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. عمل ديمستورا جاهداً لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، لكن خطته فشلت بعد أن رفضت دمشق الدور الدولي في تشكيل فريق صياغة الدستور داعية إلى تسهيل جهود صياغته فقط. أخيراً أعلن ديمستورا نيته الاستقالة لأسباب قال إنها عائلية، تاركاً الملف لخليفة جديد
وهو الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن. تعيين بيدرسن يأتي في وقت انقلبت فيه موازين القوى لصالح دمشق، فقد سيطر الجيش السوري على معظم خارطة البلاد، وعلى رأس أولويات بيدرسن صياغة دستور سوري جديد يفضي إلى حل سياسي للأزمة قبل البدء بمهمة إعادة الإعمار وتشجيع الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم. من دمشق أرحب بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ غسان يوسف. أستاذ غسان أهلا بك. تعلن دمشق اليوم التعاون الكامل مع المبعوث الأممي الجديد بعد نصائح أزدتها له. مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. تعرف بأن يعني هذا هو المبعوث الرابع بعد المبعوثين الثلاثة كوفي عنان الأخضر الإبراهيمي ستيفان دي مستورة. طبعا كان هناك ملاحظات كبيرة يعني من الدولة السورية على ستيفان دي مستورة، وكانت ترى فيه أنه شخص منحاز وغير فعال ولم يكن يعني ينسق مع الحكومة السورية بشكل كبير، لم يكن يعني يعطي الأسماء يعني الأشياء بأسمائها، يسمي الأشياء بمسمياتها، ولذلك هي رأت فيه أنه فشل فشلا ذريعا. أنا أقول يعني بأن المبعوث الجديد يعني هو على علم بالأزمة السورية، على علم بالمنطقة، يعني تعرف أنه عمل في لبنان وأيضا عمل في اتفاقيات أوسلو وأيضا كان سفيرا في الصين وفي الأمم المتحدة، ولذلك أعتقد بأن يعني ربما يكون لديه من يعني الفهم للأزمة السورية أكثر من ستيفان دي مستورة. الدولة السورية رحبت به. من أين يجب أن يبدأ؟ تماما يعني يجب أن يبدأ، هناك الكثير من المشكلات. أولا استئناف العملية السياسية، وتعرف بأن هناك يعني الآن ما يتحدثون عن تشكيل اللجنة الدستورية وهي ما فشل بها عنان عفوا ستيفان دي مستورة، ولذلك أعتقد بأنه سيبدأ من هذه الأمور. أيضا يعني الدولة السورية ما يهمها هو الحفاظ على وحدة الدولة السورية، تأكيد المبعوث الأممي دائما على وحدة الأراضي السورية، على محاربة الإرهاب وعلى سيادة سوريا على جميع يعني أراضيها. ولذلك لدينا الاحتلال التركي ولدينا الاحتلال الأمريكي، وهذا يعني من مهمة المبعوث الدولي أن يسمي هذه الأشياء بمسمياتها وأن يقوم أيضا يعني بعمل يتوافق مع ما تريده الحكومة السورية وأيضا جميع الأطراف السورية التي تريد الحل السياسي. طيب أستاذ غسان، يعني في موضوع اللجنة الدستورية، تشكيل اللجنة الدستورية، وكانت هناك عقدة في هذا الأمر، هل يعني ذلك أن النقاشات السابقة بين الحكومة وديمستورة تعتبر لاغية وتطلعون إلى وجهة نظر مختلفة من المبعوث الجديد؟ أنا لا أعتقد أنها ستكون لاغية، لأن هناك يعني أولا الروسي يضغط في هذه القضية وهو يريد تشكيل اللجنة الدستورية، ولكنه قال يعني هو بأنه لا يمكن الضغط على دمشق بما لا ترضى به، يعني لا يمكن فرض دستور من الخارج كما قال وليد المعلم وزير الخارجية، ولذلك أعتقد بأنه سيكون هناك تنسيق عالي المستوى مع الدولة السورية ومع الأطراف السورية الفاعلة في هذا الموضوع، وإيجاد صيغة توافقية على تشكيل اللجنة الدستورية، ومن ثم البدء بصياغة دستور سوري يعني يصيغه السوريون سواء كانوا من المعارضة أم من الحكومة السورية، وهذا ما ترغب به الدولة السورية، يعني لا أن يفرض عليها شخصيات غير فاعلة في الساحة السورية، أو أن تقصد يفرض عليها ثلث كما هو. أنت تقصد ثلث المجتمع المدني في طرح دمستورة السابق وهو ما أثار حفيظة الحكومة. تماما، يعني الدولة السورية عندما تقول بأن هناك ثلث يعني من المجتمع المدني هي تقصد الجمعيات أهلية والفعاليات الموجودة والأحزاب السياسية الداخلية يعني الموجودة في سوريا، وليست يعني تفرض عليها من الخارج من شخصيات هي غير يعني موجودة على الساحة السورية أو أنها يعني سافرت منذ سنين أو عشرات السنين، هي لا تعرف الحياة في سوريا ولا تعيش في سوريا، ولذلك حاول دمشق أن يفرض بعض الأسماء على الحكومة السورية في هذا الثلث، يعني هو وجد منفذا ليفرض هذه الأسماء، لكن الدولة السورية رفضت
هذه الأزمة. طب أسألك أستاذ غسان، يعني ترى دمشق الآن وبعد التطورات الأخيرة على الأرض أن هناك ضرورة وأهمية للحفاظ بمسار جنيف، هناك مسار سوتشي وأستانا؟ أنا أعتقد يعني بأن المسار، يعني لاحظ بأن روسيا تحاول أن تكرس مسار أستانا أو سوتشي، يعني أصبح يعني المساران متلاصقان. تعرف بأن يعني سوتشي هو يعني جاء بعد أستانا ومن مفرزات أستانا، يعني مسار جنيف لاحظنا 9 جولات قام بها، يعني ثماني قام بها ستيفانزي مستورة والجنيف الأول، ولم تسفر عن أي نتيجة فعالة يعني نرى من خلالها أي نتيجة. لذلك أعتقد بأن مسار جنيف ربما يكون قد انتهى، باعتبار أن مسار أستانا أو مسار سوتشي اللي نسميه أصبح هناك توافق دولي. يعني لاحظ القمة الرباعية التي عقدت في إسطنبول في الفترة الأخيرة حضرها كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، يعني من الذي بقي خارج هذه الاجتماعات أو خارج هذا المسار؟ كانت إيران وكانت أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا. ولذلك أعتقد يعني هذا المسار سواء سوتشي أو أستانا أو جنيف لا يمكن يعني أن يكون هناك توافق أو يعني تركيز على مسار واحد إذا لم تتفق كل هذه الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، وأن يكون هناك أولا وأخيرا هو توافق روسي أمريكي لحل هذه الأزمة. أشكرك. ويكون نعم. هناك قرار يعني من الدولتين الروسية والأمريكية بأننا يجب أن نحل القضية السورية ويجب الحفاظ على وحدة سوريا وعلى وحدة الأراضي السورية. في حال تم الاتفاق بين الدولتين الكبيرتين ضرورة الاتفاق في هذا الإطار القوات على الأرض. أستاذ غسان السلام، أنا أشكرك. نعم أنا أشكرك من دمشق الكاتب والباحث السياسي الأستاذ غسان يوسف، شكرا جزيلا لك. بهذا نأتي إلى نهاية العاشرة، أعود وألقاكم غدا في الموعد نفسه. تحية وإلى اللقاء.